السلام عليكم يا أصدقاء، عدت لكم بحلقة جديدة من لعبة GTA 3، وأعتقد بأن هذه ستكون هي الحلقة الأخيرة، لأننا اليوم سنقوم بإنقاذ ماريا إن شاء الله من عند كاتالينا، وسندمر كذلك كاتالينا. قبل أن ندخل في مجريات هذا المقطع، كانت عندي تجربة أردت القيام بها، وهي ما الذي سيحدث إذا لم يكن عندنا ذلك المال؟ لأنكم إذا تذكرتم لقد طلبت منا 500,000 دولار، الآن عندي فقط 371,000 دولار. سأتجه نحو المهمة وسنكتشف هل ضيعنا وقتنا في قيامنا بتلك المهام الثانوية، يعني سنخدعها وستعتقد بأن عندنا 300,000 دولار، أم أنها ستحسب المال وستعرف بأن ليس لدي ذلك المبلغ، وها أنا لقد جئت عند كاتالينا. هذه فإنها تجربة فقط، وبعدها إن شاء الله سنقوم بعمل المهمة الأخرى. أصلا ليس لدي الدرع، تظنون سأقتل هؤلاء الكلاب؟ عصابات الكلاب، أنا جاي عندكم أصلا، لماذا سددتم علي؟ أوه نعم، you don't have enough money yet. هل شاهدتم؟ هنا هو ذلك الكلب، شاهدوا اختبأ. حسنا، ماذا تريد يا أيها الغبي؟ هل شاهدتم يا أصدقاء؟ قالوا لنا you don't have enough money yet. You need 500,000 دولار، يعني أن معلوماتي حقيقية يا أصدقاء، لا يمكنكم القيام بهذه المهمة حتى تجمعوا 500,000 دولار، ولكي تفعلوها ما عليكم فعله فقط التركيز على تلك المهام الخاصة بالهاتف، وإذا أنهيتموها ففي إمكانكم إعادتها. أوه هناك مال هنا، هل شاهدتم؟ إذا أخذت ليس كثيرا، توقعت بأنني إذا أخذت ستكون عندي 500,000 دولار، لكن لا، ذلك المبلغ ليس كثير. وهذا الزجاج لا يمكن تدميره، زجاج مضاد للرصاص. بالفعل تلزمكم 500,000 دولار يا أصدقائي. وهي سندخل الآن لهذه السيف جيم التي عندنا فيها المبلغ الكافي، وهي لكي ننقذ صديقتنا ماريا، ليست صديقتنا بل حبيبتنا. وكذلك لقد أحضرت سيارة الأكوتا بالقرب من شقة أسوكا المسكينة التي ماتت، لأنني أود الانتقام من أجل أسوكا. سأفعل هذه المهمة وكذلك من أجل حبيبتنا ماريا، علينا إنقاذها يا أصدقاء. بعدما سيقوم كلاود بإنقاذ ماريا، من الممكن أن سيهاجر نهائيا من ليبرتي سيتي يذهب لمنطقة ما. اللعبة الثانية التي خرجت بعد GTA 3 فإنها GTA Vice City. إذا كنتم تريدون مني تختيم GTA Vice City، فما عليكم فعله فقط تدمير هذه الحلقة الأخيرة باللايكات، دمروها باللايكات، وكذلك انشروا المقطع. أود أن أدخل لإحصائيات القناة وأجد بأن هذا المقطع حطم الأرقام القياسية من ناحية النشر. وها نحن وصلنا للمنطقة يا أصدقائي الأوفياء. أين أنت يا كاتالينا؟ واو، اسم المهمة The Exchange، وهي التبادل. سنعطيها المال وستبادلنا بماريا. هم الكلاب، هيا، أين هي زعيمتكم كاتالينا؟ أنا أحضرت لكم المال. أخذوا الشنطة، بحثوا، من الممكن أنهم أخذوا أسلحتي كذلك. لن أستغرب هذا، شركة روكستر جيمز دائما تريد تصعيب المهام الأخيرة عليكم. حراسة مشددة جدا في المكان، لن أستطيع العراك ضدهم. هي كاتالينا. ماريا المسكينة، ابتعد عنها، لماذا أمسكتها بتلك الطريقة يا أيها الكلب الغبي؟ لقد وعدتني فقط من أجل استغلالي كي تحصل على المال. ها أنا ذا، أحضرت لك 500,000 دولارات. I'm not to be stressed. دمو يريدون قتلي دائما كاتالينا، فإنها خائنة يا أصدقاء، خانتني وقررت خيانتي مرة أخرى. قالت لا، كيل ذا إيديت، اقتل المغفل. الآن علي الهروب، علي الهروب، سأتجاهلهم فقط. هذه هي الاستراتيجية يا أصدقاء. سيارتي لقد اختفت، وضعت سيارتي أمامي الباب والآن لقد اختفت، وهربت كاتالينا في تلك الهليكوبتر. تحرك تحرك، أرجوك أنت يا صديقي توقف، لا أستطيع إيقاف هذا الشخص لكي أخذ سيارته. حسنا سأخذ سيارته. هذا علي اللحاق الآن بتلك الهليكوبتر الخاصة بكاتالينا بسرعة. سيارتي وضعتها أمامي الباب واختفت بعدما بدأنا المهمة. أمر غريب، لهذا السبب أنصحكم ألا تضعوا سيارتكم أمام الباب أو أمام من الواي بوينت بصفة عامة. أبعدها شيئا ما لكي لا تختفي. ذهبت في هذا الاتجاه. أنا جاي عندك يا كاتالينا، سألحق بك وسأدمرك، لن تهربي مني في هذه المرة. من زمان وأنا أبحث عنك، الآن وجدتك، لن تهربي مني. ابتعدوا ابتعدوا أنتم، لماذا قمتم بحاولية السير؟ الهليكوبتر موجود على اليمين، سأحاول الذهاب في هذا الاتجاه والدوران النزول عندهم. الأجواء مغيمة وهناك توقيت، أكره كثيرا هذه المهام التي فيها توقيت. أنتم تعلمون، الجميع يعلم، وخصوصا الشباب الذين شاهدوا التختيم منذ البداية حتى النهاية، ستعلمون وستتأكدون بأنني أكره كثيرا هذه المهام. وصلت، نعم، الحراسة مشددة، عندي فقط مسدس واحد، وعلي العراك ضد هؤلاء الكلاب باستعمال ذلك المسدس. شاهدتموهم؟ حسنا سأحاول قتل هذا الشخص. جي 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 جي، أصبته صديقه الآن، موت، هيا
ضربة واحدة وسيموت. السلام عليك. فجرت رأسه، أخذت سلاحهم كذلك لأنني سأحتاج للأسلحة. لقد قاموا بأخذ جميع أسلحة الكلاب عندما فتشوني أثناء الدخول لذلك القصر. اقتربت. واو، منطقة كبيرة جدا صراحة، وعدد الحراس هائل. هناك سلاح سنايبر لقد رأيته، سنحاول استعماله إن شاء الله. بالنسبة لي سلاح سنايبر سأستعمله لكي أقتل فقط الأشخاص البعيدين مثل ذاك، مات، وهذا كذلك. سأحاول ضربه في الرأس، بل ضربته في الصدر. سأقتل فقط الأشخاص البعيدين. بالنسبة للأشخاص القريبون لا يهمني أمرهم، سأقتلهم باستعمال سلاح. سأقتل ذاك كذلك. لا أستطيع إصابة ذاك، مشكل. بقيت لدي رصاصتين فقط. حسنا، سأترك تلك الرصاصتين، لن أضيعها الآن. نقتل هذا، أصابته، جيد، قتلته، وبقي هذا كذلك، مات، ممتاز. هيا لكي نقترب، تعال أنت أيها الكلب. أصابته، جميل 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 جميل. ليتس جو، نأخذ هذه الأسلحة لأننا سنحتاجها. هذا السلاح، أوه مشكل، فجرت أبو الكلب، ممتاز. اقترب الكلب من أن ينهي درعي. أوه، لا أستطيع إصابة ذاك. وهذا، فجرته، لم يموت، لم يموت. جي 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 جي، هيا لكي نأخذ هذا السلاح. سأحاول التأخر الآن شيئا ما. هناك هيل، جميل، أخذتها. وأنت، أوه، ضربته ضربة واحدة في الرأس. هيد شات يا حبيبي، فدمرته. هناك شخص آخر كذلك، سأحاول تفجيره. جي 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 جي، واو، الاستراتيجية هي التفجير. هناك مزيد من الكلاب الآن. حسنا، سأقتل هذا الذي لم أستطيع قتله. جميل. والآن بدأت كاتسين. ما الذي سيحدث في هذه الكاتسين؟ كاتالينا، كاتالينا لقد أخذت تلك الهليكوبتر. من هذا الشخص؟ من هذا الشخص؟ الحمد لله، الحمد لله، لم يضربني. سأحاول الهروب فقط. مشكل 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 مشكل. عددهم كثير، عددهم كثير. قتلوني، كيف هذا؟ واو، استطاعوا قتلي بسرعة البرق. عددهم كان كثير صراحة، وقمت بغلط هو أنني تسرعت. اعتقدت بأنني سأجد شخص واحد هناك أقتله بسرعة، بعدها أصعد في الدرج لكي أدمر كاتالينا، ومع الأسف هذا لم يحدث. حصلت الآن على سلاح الإنفور الذي أحبه. الآن سأركز ولن أتسرع يا أصدقاء. مشكل، نسيت هذا الشخص المختبئ هناك، نسيته. جيد، دمرت ذاك. هناك شخص آخر كذلك يكون مختبئا هنا. أنا ذا لقد رأيته. جيد، أصبته. هي الهيلت، حصلنا على الهيلت. جميل 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 جميل. لم يتبقى الكثير يا أصدقاء، سنستطيع تدميره. علي أخذ بعض من الأميونيشن. ذاك سأفجره. جيد، فجرته. وهذا الكلب. الآن بدأت الكاتسين. في هذه اللحظة تسرعت، هذه المرة لن أتسرع كثيرا. سيأتي ذلك الكلب. جيد، فجرته. سأفجر كذلك تلك السيارة. جميل، علي الاختباء، علي الاختباء. إنهم سيحاولون تفجيري. أجلتهم. ماريا، ماريا خطيرة جدا، حاولت تفجيري. هناك هذا كذلك. بوم، دمرته. في إمكاني تدميرهم على السريع الكلاب. موت أنت كذلك. أصبته في الرجل، طارت رجله. هذا كذلك. جميل 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 جميل، طارت رجلهم. الآن سنايبر لكي أدمر هذا، وبعدها هي لكي ننطلق. الطريق الآن أصبحت واسعة وشاسعة. تحرك تحرك بسرعة. بدأت في تسديد مزيد من القنابل عليها. هل شاهدتموها؟ واو، كاتالينا خطيرة جدا. الآن علي الحذر. هي ماريا، استعمل سلاحنا العادي. موت أنت، جيد. ذاك كذلك، صبته. الآن شي آمنة. الآن شي آمنة يا ماريا. جيد 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 جيد. الآن شي بخير يا ماريا. وصلت عند ماريا يا أصدقائي. حسنا حسنا، هي فقط، تعالي تعالي، الحقي بي ولا تقلقي. دمرنا جميع. هي جاية 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 جاية. بوم، أصبتها. بوم، أصبتها مرة أخرى. ممتاز، وانتهينا يا أصدقاء، قمنا بالمهمة الأخيرة بنجاح. ليتس جو بويز، قتلنا كاتالينا. أعتقد بأننا قتلناها لأنها كانت وسط من تلك الهليكوبتر، هي التي قامت بسياقة الهليكوبتر. واو، أخيرا فعلناها يا أصدقاء. لا تنسوا لايك للمقطع وانشروا مع أصدقائكم، فضلا منكم بطبيعة الحال. استمتعت كثيرا بتختيم جراند ثيفت أوتو 3 معكم يا أصدقاء.
الصحف تتكلم عما حدث الآن، وفي الأخير كلاود وماريا ذهبوا لكي يعيشوا بسلام. Better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. ترقبوني إن شاء الله بسلسلة جديدة في قناتكم يا سبليس، ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50.